الصلاة والسلام عليك يا بحر الندى نجم الهدى سارم الإداء هيكل الندى النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاك صورة قصيدة لقباكم عمر عبد العزيز بابا آدر بيجان أن محمد صلى الله عليه وسلم زاك سامشاعر أجدر رئيس الأحباب إمام الأحباب رسول الله أسيدي شرف ساني جنبنا ربي الله تعالى المحصب وزيرا ولا تبقي يا أنا حيبه متحولا وأقربه مغنى تهره منزلا أحب إباد الله في المجد والأولى نبي الله على الجنان مقرب سيدنا محمد رسول الله نبي العظيم القدر بالحق مرسل يؤل به مذخانة ملو يعمل فلله منه وهو على وأكمل أمين لإرشاد الإيمان موهل حبيبا بأسرار المنى سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله أفاد ندى بيضا وأمال سادة فساس بذاك الخلق لنا وشدة فيا حفظا منه من شاء عودة إمام الرسل الله من أوى عودة به كتب الذكر الجميل ويانو سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله لو رتبة فوق سما كاين كرسمت وكافنا دانتا كسرام متاهمت وأي ودم في الأمر والنهي أهكمت إذا أجد للرسل عين تقدمت فآي رسول الله أجل وأقوم سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله أليس الذي هذا المفاجر والولى بما نسمين آي الكتاب وما تلا وأن يدانا بالمكان الذي تلا أتم الورى جارهم وأبهرهم هلا له المدى يجلى وشفاعة سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله هواه المجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك به فوه كل ضلالة أبي الحق شاف بعد ألف دلالة تقدمها ذكر المجد دار يبرو سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله لتغسسه فوق الخصوص مزية سنده إليها قسمة أزلية مكانته بالمرسلين هدية إدارته جزا وعقل جنية بدل وابي يسنوني ولا شوي سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله فكم فاسد أبهابه وهو صالح وكم بادن ولا به وهو نايم رسول لأسرار المنافق بابه أبان الهدى فرحا وأبلى جوابه وسان الورى فالعيش سوء محمد سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله فنقبة الإسلام تزهر كمصها وأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أنسها على الوجن العرب سوها وإنسها وقبل بسوج البريق المبدو سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله
سبت إشفاق وخير ونائلي سبت بقبول الحق من غير قائلي أقل لآيات له ودلائلي بحسبه تلق الوالي نبي الهاشمي محمدا أجل الورى ذاتا وأسلم ومهددا وأذيبهم نفسا وأدولهم يدا أداب له الرحمن نشأ ومولدا وما زال ممن خالف الحق القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق ترى وجنه أئذ نظرا في الخلق تألم بأنه كأحمد لم يرشى ولا هو يرشى سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله جزاء مدينه حريرا وجنة فدا أرق بار أصابه جنة فما هو إلا من جهنم جنة أقاس به الله الورى وهو مزنة تروي سداء أو زلة تتفيه سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله ألم تر أن الله أوى وإذ أوى بقاره راء للمعالي الذي نوى ولما أديل القرب من وخشة النوى أفقنا به من قمرة الجي والهوى فللب ما أدوم ولن نجح برجو سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله نبي الهدى بار النجا صار ملئنا مبيدهم من سيف سيز أبو الهدى وزنوا بجانب أنهم ترك السدى أتى والورى أسرى الضلالة والردى فأنقذهم نور يذوب ويغنم سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله مهد به وزلاج في كل هيئة ففيها لإيلاد وفيها لنشأة فلما انتهى فأسى مؤمن بجرأة أسل رقاب المشركين بولاءة نزوهه من زرها ليس تهده سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله هو المزرب المحبوب ثم أم قربة تقدس ذاتا ثم قبر وتربة أقول وأعنيه هوى ومحبة ويب رسول الله شوقا وحزبة لعلي قد أمهو به لا محلو سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله ملائكة الرحمن قالت بفضله وهنت كما هن الحبيب بوصله حرام على أيام إيجاد مثله وهم إلى تقبيل موطئنا له لألي أروى بالذي كنت أزمه سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله أفر سلما في الهاشمي يشبه حرام عليهم نار قلب أحبه رسول الكريم ما أصابت ربه وإن لأهوال القيامة هبه وحسب فلي منه بلا سوم ملجم سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله أصى ولد يدلو به ولا ألم وإلا بلا أنفاق دهري مغرما حليب أسا قد خالق اللهم والدما وقلب لنفسي بالوسال وربما نشك البتاء أدواءه آية مرام سيدنا محمد رسول الله
محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله.